شهد معبر رفح اليوم عبور 78 شاحنة مساعدات إغاثية متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 11 شاحنة من المحروقات في حصيلة هي الأعلى منذ شهور. هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفها العسكري للجانب الآخر من معبر رفح البري، حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين. للمزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، نحييكم مرة أخرى من أمام معبر رفح البري، هذا الشريان الحيوي لإنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. قبل الدخول في مسألة المساعدات وعدد الشاحنات، نود أن أشير إلى عدد الهجمات الكبيرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الآخر من معبر رفح البري، وقد سمعنا قبل قليل عدد كبير من الانفجارات قادمة من الجانب الشرقي من المعبر. هذه الهجمات وهذه الضربات لا تهدأ من الحين إلى الآخر، وتحاول دائما قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والنازحين الفلسطينيين الذين جاءوا من منطقة شمال ووسط قطاع غزة هربا من الحرب هناك. أعود إليكم مرة أخرى في مسألة الشاحنات ومتابعة المساعدات الغذائية التي عبرت اليوم من معبر رفح واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، حيث نتحدث عن حوالي 78 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، هذا بالإضافة إلى حوالي 12 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات متنوعة ما بين السولار والبنزين والغاز. ما قام بتفريغ حمولاته إلى الآن حوالي 40 شاحنة من هذه الشاحنات، وعادت بالفعل إلى معبر رفح من الجانب المصري، هذا بالإضافة إلى أن الشاحنات التي كانت تحمل محروقات بالفعل قامت بتفريغ حمولتها بالكامل وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذا اليوم نشهد تدفقا يعني ملحوظا نوعا ما عن الأيام القليلة السابقة التي منعت فيها قوات الاحتلال عدم عبور أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية وإنسانية، هذا بالإضافة إلى رفضها العديد من الشاحنات التي تحمل أدوية ومستلزمات للخيام. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.